حابب النهارده ان شاء الله اعرف دكتور حاتم. دكتور حاتم فروم موجود معانا النهارده ان شاء الله، هيكلمنا عن السيزمك بروسيسنج. يعني دكتور حاتم غني عن التعريف، بس هحاول بس بريف صغير كده عنه. دكتور حاتم فاروق عنده ما شاء الله خبره كبيره جدا في مجال اويل اند جاز اندستري، سواء تكنيكال او مانجيريال بوزيشنز. اشتغل في شركات كبيره جدا، منها جابكو، منها بيبي. دكتور حاتم حاصل على بي اتش دي في الجيوفيزيكس، وحاليا هو شغال في شركة نورث ساينايد بتروليوم. يعني حابب أترك المجال لحضرته أكتر إن هو يعرفنا عن نفسه أكتر، فتفضل دكتور حاتم. شكرا شكرا جزيلا يا محمود. انا الحقيقه يسعدني ان انا اكون معاكم النهارده. انا يعني بقالي فتره طويله في البترول زي ما محمود قال. انا حاليا يعني مدير الاستكشاف وعضو مجلس اداره شركه شمال سيناء للبترول. طبعا عندي كارير قبل كده في شركات كتيره زي بي بي وجابكو ونوسبكو. أنا عندي بي اتش دي في الجيوفيزيكس، يعني أشرفت على رسائل كتير من الماجستير والدكتوراه، وعندي أبحاث منشورة في مجلات محلية وعالمية، وقمت بتحكيم أبحاث كتيرة. طبعا يعني يسعدني إن أنا أكون معاكم النهاردة. يعني إن شاء الله نتكلم عن سبجكت يعني مهمة جدا، اللي هي السيزمك داتا بروسيسنج. السيزميك داتا بروسيسنج هو موضوع يعني كبير، ياخد وقت طويل جدا، ولكن ان شاء الله بقدر الامكان هناخد عنه نبذه. يعني هناخد ان اوفر فيو كده، هنتكلم عن واتس اول اباوت سيزميك داتا بروسيسنج. ان شاء الله المحاضره زي ما انتم متعودين تبقى مقسومه اتنين، يبقى في استراحه في النص، وان شاء الله بسعيد ان انا اجاوب كل اسئلتكم، بس استسمحكم ان هي تكون بعد كل سيشن. فالتايتل بتاع المحاضره بتاعتنا النهارده هي An Overview of Seismic Data Processing. الكونتنت بتاعتنا ان شاء الله هنغطي سبجكتس كتيره، فان شاء الله هنعمل انترودكشن، وبعدين هنتكلم هنوضح بعض الديفينيشن اند برنسبلز عن السيزميك داتا بروسيسنج، عن السيزميك ميثود ككل والسيزميك داتا بروسيسنج ان سبيشال. يعني هنتكلم عن السيجنال اند نويز، هنتكلم عن السيزميك بروسيسنج فلو سواء كان بري ستاك فلو او بوست ستاك فلو، هنتكلم عن الديفرنت داتا فورمات، وبعد كده ان شاء الله في السيشن الثانيه هنشوف بعض الاكزامبل الحقيقيه عن معظم الخطوات اللي احنا بنتكلم عنها. هنشوف اكزامبلز من الدي مالتيبلكسنج وتريس اديتنج اند ميوتنج، على الستاتيك كوركشنز، عن امبليتيود كوركشنز، الفلترنج، لغايه المايجريشن ان شاء الله. كانترودكشن او زي ما انتم شفتوا قبل كده، هو السيزميك ميثود احنا هنتكلم عنها عشان نبقى ان اجريمنت مع بعض. هنتكلم عن السيزميك ريفليكشن ميثود اللي احنا بنستخدمها فور هيدروكربون اكسبلوريشن. يبقى هي اولا سيزميك ريفليكشن، وبعدين استخداماتها او اللي انا هتكلم عنه هي الابلكيشن في الهيدروكربون اكسبلوريشن. عشان نعمل سيزميك اكسبلوريشن بنمر بثلاث مراحل الحقيقه. اول مرحله هي السيزميك داتا اكوزيشن، وفي السيزميك داتا اكوزيشن احنا بنكولكت الداتا من الفيلد سواء كان اون شور او اوف شور، زي ما انتم اتعرفتوا عن الموضوع ده في السيشن اللي فاتت. طبعا بديفرنت سورسز اوف انرجي، بديفرنت ريسيفر تايبس، ديفرنت تايبس اوف سيرفيس. المهم الداتا بعد ما بيحصل لها كولكشن في الفيلد اللي يعني هي الاكوايرد داتا، بتبتدي تدخل المرحلة الثانية اللي هي السيزميك داتا بروسيسنج، وده محور كلامنا النهارده. في السيزميك داتا بروسيسنج طبعا بتبقى مسؤولة عن بيوريفاينج ذا سيزميك داتا عشان تخرج لي في الآخر سيزميك سيكشنز أقدر أعمل عليها انتربريتيشنز، وهي دي المرحلة الثالثة اللي هي السيزميك انتربريتيشنز، اللي هي طبعا بتنقسم زي ما احنا يمكن نتعرض ليها إلى أقسام كتيرة جدا. في الاخر بنطلع يعني صوره للسبسيرفيس ستراكشر اند ستراتيجرافي، يعني نطلع موديل للسبسيرفيس.
سيتنج للمنطقه اللي احنا بنعمل عندها الاكسبلوريشن. طيب تعالوا نبتدي نعرف بعض التعريفات عشان نقدر نفهم البروسيسنج، وهنتكلم عن بعض البرنسبلز اللي احنا بنستخدمها. فمثلا هنغطي ان شاء الله احنا ليه يعني why do we perform seismic data processing، ايه هو السيزميك تريس، عشان لما نتكلم في البروسيسنج عن تريسز نبقى عارفين ايه هو معنى السيزميك تريس وجاي منين. هنتكلم عن السيزميك بروسيسنج بيسكس، هنتكلم عن السيزميك بروسيسنج فانكشنز، وهنتكلم عن ديفرنت دومينز للسيزميك داتا وهنفهم اهميتها، وبعدين هنتكلم على نوع تاني من انواع الجاذرنج بنسميه بعض في بعض الاحيان دومينز اللي هي السورتنج اند جاذرنج دومينز. فاحنا ليه بنعمل سيزميك داتا بروسيسنج، يعني واي وي بيرفورم سيزميك داتا بروسيسنج. الحقيقه زي ما احنا قلنا احنا بنسجل السيزميك داتا في مرحله الاكوزيشن، فانا كل اللي عاوز اسجله هو الريفليكشنز، والريفليكشنز اللي هي ريليتد للسبسيرفيس جيولوجي. طبعا زي ما انتم عارفين وهنشوف كمان الريفليكشنز تيجي من عند الانترفيسز بتوين ديفرنت روك يونتس، من عند الباوندريز بتاعت الروك يونتس. فالمفروض ان انا ببقى عايز هي دي تكون عندي الريفليكشنز الوحيده، او هي دي الريكوردز الوحيده اللي انا اشتغل عليها بعد كده. ولكن وللاسف مش دايما بيبقى هو ده اللي موجود عندي، لا بيتسجل معايا بعض الانونتد ساوند ريفليكشنز اللي احنا بنسميها نويز، وهنعرف الفرق بينهم حالا. النويزز دي ممكن جدا تبقى بسبب السيزميك ميثود اتسلف، يعني ممكن تبقى بسبب التولز اللي انا بستخدمها، ممكن تبقى بسبب بعض الكرايتيرياز اللي بتحصل في السب سيرفيس نتيجه الديفرنسز في الروك دنسز اند فيلوسيتيز. فالبروسيسنج هو مسؤول ان هو increases the signal to noise ratio عشان في الاخر يديني seismic sections لو انا بشتغل 2D، او seismic volumes في حاله ان انا بشتغل 3D، اطلع منها stack sections اقدر اعمل عليها interpretations. الinterpretations دي could be conventional interpretation، ان انا يعني ابتدي اشوف ايه الstructures الموجوده عندي كfaults او انتكلاينال او فولز او وات ايفر، او اقدر اشوف الاستراتيجرافي. ده بنسميه كونفنشنال سيزميك انتربريتيشن. طبعا السيزميك الحقيقه يعني الابلكيشنز بتاعتها كبيره جدا، فممكن كمان اطلع او سيزميك اتريبيوتس من الداتا اقدر اشوف بيها بعض الاستراتيجرافيك فيتشرز على الهوريزونتال سلايسز، او اقدر كمان اعمل سيزميك انفيرجن ومنها اقدر اعرف الليثولوجي of the rocks and the fluid within the rocks themselves. يبقى البروسيسنج is very important and critical، لان اي انفورميشن هتطلع بعد البروسيسنج المفروض ان هي تبقى mostly signal. هنعرف دلوقتي الفرق بين النويز والسيجنال، لكن هي المفروض ان هي تبقى mostly signal عشان كل الكلام اللي انا قلته من شويه، ان انا هقول ان دي مثلا channels او ده في كاليثولوجي ده ساند او شيل او whatever، او الفلويد ده هيدروكربون او ووتر او غيره، فيكون الكلام بتاعي صحيح لانه مبني على سيجنال معناها سيزميك ريفليكشنز جايه من الانترفيسز بتوين الديفرنت روك يونتس. طب هو ايه بقى السيزميك تريس؟ عشان ده اليونت اللي انا يعني بتبقى موجوده عندي في السيزميك سيكشنز او السيزميك جازرز ان جنرال. خلينا نتعرف يعني ايه سيزميك تريس. لو احنا افتكرنا الاكوزيشن، فالشكل اللي احنا شايفينه ده split spread acquisition، عندي source of energy في النص، وبعدين عندي 4 receivers على كل ناحية من السورس. في الاكزامبل اللي انا بقول لكم ده الاكس هنا معناها الاوفست، فاكس equal 0 عن مكان السورس. طبعا الديستنس بين السورس واقرب receiver بنسميه the near offset، distance بين السورس وابعد ريسيفر بنسميه the far offset. وزي ما احنا اتفقنا انا هعمل seismic method عشان اعمل record reflections جايه من subsurface، والsubsurface بالنسبه لي هيبقى الانترفيسز اللي هي between different rock units. فمثلا في الاكزامبل اللي عندي انا عندي هنا
روك يونت الثيكنس بتاعتها حوالي 400 متر، الفيلوسيتي بتاعتها حوالي 2100 متر بير سكند، وبعدين عندي انذر روك يونت تحتها حوالي 250 متر ولكن الفيلوسيتي بتاعتها حوالي 2950 متر بير سكند. فهنا يبقى عندي في انترفيس بين التو روك يونتس اند سو اون. اما انزل لليونت اللي تحتها اللي هي فيري ثيك comparing للأبر 2 units حوالي 500 meters والفيلوسيتي بتاعتها عالية جدا حوالي 4100 ملي سكند، هيبقى عندي كمان انترفيس بي. وما انزل لللير اللي تحت اللي هي مش كاملة للآخر يبقى عندي انترفيس سي. فعندي هنا 3 interfaces. يبقى إذن أنا أتوقع أني هيجيني reflection من كل انترفيس من دول، تمام؟ لو السورس ده emits energy وهتتسجل الانرجي. طبعا الريفليكشن بتيجي من ميد بوينت بتوين ذا سورس اند ريسيفر. الميد بوينت دي في سب سيرفيس اللي بنسميها الميد بوينت، لما تضغط اكتر من مره بنسميها كومن ميد بوينت زي ما هنتكلم دلوقتي. طبعا عشان ده سبليت سبريد فهيتسجل كمان في الناحيه الثانيه. طيب ازاي الريفليكشنز دي او الريكوردز اللي انا عملت لها ريكوردنج دي بتبان كسايزميك ديسبلاي؟ السيزميك ديسبلاي في الحاله دي لان انا هنا في الاكوزيشن فهيبقى رو ريكورد. الرو ريكورد هتبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده، كل خط فيرتيكالي انتم شايفينه هنا ده عباره عن السيزميك تريس، وكل تريس من دول كورسبوندنج للريسيفر من الخضر اللي احنا اللي هم مرسومين هنا على ايدكم الشمال. طبعا السورس هيبقى في النص زي الجيومتري اللي احنا شايفينها هنا، اوكي. وبعدين هنيجي نشوف الانترفيسز اللي عندي هنا، لا الانترفيسز موجوده هنا. ادي الانترفيس اي الاحمر اهو، ادي الانترفيس بي الازرق هيكون هنا، وادي الانترفيس سي. طيب فين بقى التريس اللي هي اتسجلت؟ طبعا عندي تو تريسز، الريسيفر ده سجل تريس والريسيفر ده سجل تريس. هلاقي التريسز عندي تقريبا هنا اللي هو اولموست ثالث تريس من السورس، يبقى مكان السورس كان في النص. وادي عندي التريسز اللي انا وضحتها في الصوره هنا. طبعا المفروض عدد التريسز هنا اكتر من الرسمه، انا اخذت جزء صغير عشان نبقى عاملين عليه زوم نقدر نفهم. فده السيزميك تريس. يبقى السيزميك تريس هنا هو الديسبلاي للريكوردنج بتاع كل ريسيفر على السيزميك بلوت في الحاله اللي احنا شايفينها دي. دي عباره عن شوت ريكورد او فيلد ريكورد. طيب تعالوا نكمل ونشوف ايه هو السيزميك تريس بشكل اكتر. يعني الشكل اللي فات احنا شفنا سبليت سبريد جيومتري، هنا ده اوف اند جيومتري. يعني عندي هنا السورس موجود الناحيه على ايدكم الشمال هنا فوق، وادي الريسيفرز اللي عندي. كل ريسيفر لما هاجي هرسم السيزميك شوت ريكورد هيبقى تريس لوحده زي ما انتم شايفين كده، وباين عليه الريفليكشنز اللي موجوده سواء كانت دايركت ارايفل ويفز سواء كانت ريفليكشنز. كل حاجه هتبان عندي على every trace every single trace. طبعا الفيرتيكال سيكشن في السيزميك داتا بيبقى تو واي ترافل تايم، وهنا في الحاله بتاعتنا بتاعت الفيلد ريكورد اني الهوريزونتال اكسس هنا هو هنا الاوفست او التشانل نمبر او فاي واحد من دول هو از سيزميك تريس. كمان التريس في الاخر بعد ما بنخلص البروسيسنج الفاينل بروسيسنج اوتبوت هو الستاك سيكشن، سيزميك ستاك سيكشن اللي هو كانه فيرتيكال جيولوجيكال سيكشن، فيرتيكال كروس سيكشن، فيرتيكال جيولوجيكال كروس سيكشن ولكنه ان تايم، تمام. كل الريفليكشنز اللي انتم شايفينها هنا دي اقدر اعمل لها انتربريتيشن جيولوجيكالي. يعني هنا ممكن يبقى في سورت اوف فولت او وات ايفر ديفولت، في هنا ترمينيشنز اند سو اون، لكنه برضه السيزميك سيكشن اللي انتم شايفينه ده متكون من سيفرال تريس، تمام. لكن الحقيقه بقى التريس هنا في السيزميك ستاك سيكشن بنسميه زيرو اوفست تريس. ليه؟ لان ما بقاش فيه اوفست خالص. ليه؟ هنعرف الكلام ده فين؟ في خطوه اسمها ذا ستاكينج في البروسيسنج، ان احنا بنجمع السي ام بي كلها تبقى اونلي وان تريس، فيبقى كاني ثيوريتيكالي كاني كان السورس والريسيفر في نفس المكان. ف بوث اوف ذيم ار تريس، لكن ده تريس في شوت ريكورد وهنا ده تريس في ستاك سيكشن.
تعالوا نكمل أكتر، نعرف أكتر عن السايزميك تريس بشكل أو بآخر. يعني فإحنا لو منبص في الآخر للفاينل برودكت، قلنا هنشوف السايزميك سيكشن ده مثلا اللي إحنا قلنا هنتكلم فيه عن الستراكشر. زي ما انتم شايفين هنا في مثلا سينكلاينال شيب زي ما انتم شايفين كده، وبعدين في كمان في فلات هورايزون زي ما انتم شايفين فوق هنا، تمام. ده فيرتيكال سيكشن، فيرتيكال سايزميك ستاك سيكشن. ده شكل تاني نقدر نشوف فيه بعض الترمينيشنز. طبعا الترمينيشنز دي زي الفوق فولتس، طبعا طبعا ممكن تكون فولتس، طب ممكن ده نظر ستاك سيكشن. نقدر يعني اللي أقصده إن إحنا في كل الستاك سيكشنز دي إحنا نقدر نعمل انتربريتيشن للجيولوجيا، ولكن الستاك سيكشن ده متكون من إيه؟ لو تفتكروا من السلايد اللي فاتت، متكون من سيفرال تريسز، تريس جنب تريس جنب تريس، فيديني شكل السايزميك، شكل السب سيرفيس بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. لو أنا عملت زوم كده على تريس منهم فهنلاقي إن هو متكون من بيكس أند ترافس، اللي هي هنا في الرسومات اللي أنتم شايفينها قدامها بالألوان، قدامكم بالألوان، اللي هو الأحمر والأبيض، بيك وترف. فهنا بيك ترف، كل تريس منهم بيك أند ترف. لو عملت زوم أكتر أو يبان هو البيكس أند ترافس، كل بيك أو ترف من دول جايين، المفروض طبعا لو أنا كل الداتا اللي قدامي دي سيجنال أوكي، يعني very high signal to noise ratio، جاية من interfaces between different rock units زي ما أنتم شايفين. طيب احنا اتكلمنا كتير كده عن السيزميك تريس، اي ثينك ان احنا فهمنا ايه هو السيزميك تريس. ليتس كونتينيو. هنتكلم بقى عن البيزكس بتاعت السيزميك بروسيسنج. ايه هي البيزكس بتاعت السيزميك بروسيسنج؟ احنا لما بنعمل سيزميك بروسيسنج احنا اتفقنا ان انا اي ويل دو ماي بيست تو انكريز ذا سيجنال تو نويز ريشيو، يعني اخلي كل اللي عندي سيجنال. لغايه دلوقتي لغايه لما اعرفكم الفرق، احنا قلنا السيجنال هي الوونتد انرجي اللي انا بعمل عشان الاكوزيشن، اللي هي ريفليكشنز اللي جايه من الباوندري او الانترفيسز بتوين ديفرنت روكلاند. طيب البيزكس في البروسيسنج عشان اعمل انكريز للسيجنال تو نويز ريشيو، مثلا انا بعمل اكوزيشن زي ما انتم شايفين كده، مثلا ده لاند اكوزيشن، فده سبليت سبريد زي ما احنا قلنا، وبستخدم مثلا في اللاند الصوره اللي قدامكم دي الفايبرو سايز. هيطلع من الداتا اللي هنا، الداتا اللي انا عملت لها ريكوردنج دي، او الداتا اللي انا عملت لها اكوزيشن، بعملها ريكوردنج على ماجنتيك تيبس او على سيزميك فيلد تيبس، ممكن في بعض الاحيان بيبقى على هارد ديسك، ولكن الاصل هو الفيلد ماجنتيك تيبس اللي هي تطورت كتير جدا من الريل اللي هو الناين تراك ريل زي ما انتم شايفين كده، الى ديفرنت تايب اوف كارتريدجز، ودي كلها بتبقى زي بلاستيك شيت وكفرد بماجنتيك ماتيريال. الريكوردنج هيت بيكتب عليها بالماجنتايزيشن. فالداتا اللي انا عملت لها اكوزيشن بتبقى ريكوردد على ماجنتيك ميديا او على فيلد تيبس، خلينا نقول فيلد تيبس. هل بتبقى مكتوبه ويفز زي ما احنا مسجلينها انالوج كده؟ لا طبعا، هي بتبقى ديجيتال فورمات، بتبقى موجوده ان ديجيتال فورمات، فبتبقى مكتوبه زي ما انتم شايفين كده ارقام وحروف اللي احنا بنسميها السايزميك فيلد فورمات. يبقى السايزميك داتا اللي هتجي لي من الاكوزيشن هتبقى متسجله على ميديا معينه على الفيلد تيبس، وبتبقى مكتوبه ديجيتال. المفروض ان اول خطوه في البروسيسنج ان انا بحول الديجيتس دي برجعها تاني الى سايزميك ويفز اللي هي في البروسيسنج، فبتتحول الداتا زي ما انتم شايفين كده للشوت ريكورد اللي احنا كنا بنتكلم عنها قبل كده. لو انت بصيت للشوت ريكورد دي هتحس ان السورس كان في النص، فعلا ادي السورس كان في النص، وعندي ريسيفرز على الناحيتين لان ده سبليت سبريد، عندي ريسيفرز على الناحيتين، تمام. فدي شكل الفيلد ريكورد بعد ما عملت لها اول خطوه في البروسيسنج، ان انا حولتها من ديجيتال فورمات الى الانالوج فورمات او البروسيسنج سوفت وير فورمات. وبعدين ببتدي اعمل سيت اوف بروسيسنج ستيبس كتيره جدا هنفهم معظمها النهارده. في جزء منها بيعمل كوركشنز، جزء منها بيعمل انهانسمنت للداتا بشكل او باخر، جزء بيغير في الامبليتيود، جزء بيغير في الفريكونسي. المهم ان احنا في الاخر هنوصل الى الفاينل ستاك سيكشن زي ما اتكلمنا في السلايدز اللي فاتت. ده شكل الستاك سيكشن اللي بقول لكم دايما هو هنا وهنا بس نقدر نتكلم عن السب سيرفيس جيولوجي سواء ستراكشر او ستراتيجرافي او وات ايفر. ده الفاينل برودكت
للبروسيسنج. فتبقى هي دي البيزكس بتاعتي، انا بعمل اكوزيشن، بعمل ريكوردنج للداتا بتاعتي على فيلد تيبس، وبعد كده ببتدي بكتبها طبعا ريكورد ديجيتالي، وبعدين ببتدي احولها للبروسيسنج سوفت وير فورمات، واعمل ارسم الداتا بتاعتي واعمل عليها بروسيسز مختلفه لغايه لما اوصل للفاينل ستاك سكشن. ده الصوره الكبيره اللي احنا هنتكلم عنها بالتفصيل حالا. طب ايه هي البيزك سايزميك بروسيسنج فانكشنز؟ يعني لو انا هبتدي اعمل بروسيسنج، ايه الفانكشنز الاساسيه، ايه الاهداف بتاعتي اللي انا عاملها عشان احسن من شكل السايزميك داتا، او بمعنى تاني اللي احنا بنتكلم فيه يبقى تكنيكالي شويه، ان انا انكريس سيجنال تو نويز ريشيو. اول حاجه الحقيقه احنا بنحاول نعمل او بنطبق بعض الايديتنج اند فاندمنتال كوركشنز، يعني في بيطبق انا بعمل ايديتنج، هنشوف الكلام ده كله بالتفصيل، بنعمل editing and fundamental corrections. زي ما احنا شايفين مثلا دي الريكورد اللي احنا شفناها في السلايد اللي فات، لو بصينا على الريكورد دي يا جماعه هنلاقي ان في هنا الامبليتيود متركز، لون الاسود ده هو الامبليتيود، الامبليتيود متركز قرب السورس وعند الايرليير تايم، لكن كل ما انزل ديبر وابعد عن السورس بيحصل ديكي في الانرجي، فانا مش قادر اشوف اي ريفليكشن. تمام، فده محتاج sort of correction. لو انا عملت كوركشن مثلا اسمه جين ريكفري كوركشن، فده اللي بيحصل، ادينا حصل ريديستريبيوشن للانرجي تاني، ابتديت اشوف ريفليكشنز اهي اواي من السورس او عند الليتر تايم، لكن ظهر عندي اذر نويزز هنتكلم عنها تاني اكتر بالتفصيل. يبقى ده نوع من انواع الكوركشن. في نوع تاني من انواع الفاندمنتال كوركشنز، مثلا زي حاجه بنسميها ذا ستاتيك كوركشن. لو احنا بصينا على الريكورد دي، اهي الريكورد دي شايفين كل الانرجي فيها ديستريبيوتد بشكل كويس، دي متطبق عليها خطوه تاني بعد الجين ريكفري بنسميها سكيلينج هنتكلم عنها، لكن لو بصينا عن الدايره الحمراء دي هنلاقي ان الريفليكتور ده اللي هو الخط الاسود ده عامل زي سينكلاين. طبعا دي فيلد ريكورد مش المفروض يظهر فيها مور اور ليس يعني ستراكشر للسب سيرفيس، لكن لو بصيت فوق كده شويه احس ان برضه ستيل في بعض الساجنج هنا. طيب الموضوع ده ايه الحقيقه؟ عشان اقول لكم سببه، هو سببه ان في سورت اوف تشانل على السيرفيس فوق هنا فيها ديفرنت ليثولوجي، فبتعمل سلونس للساوند فيلوسيتي، عشان كده بترجع هنا بتتسجل عند ليتر تايم، فدي لازم تعمل لها كوركشن، فده اسمه ستاتيك كوركشنز. فبعد الكوركشن الداتا بتبان زي ما انتم شايفين كده، هي فلات، هي مفيش سينكلاين ولا حاجه، لان سينكلاين ده يعني ستراكشر، يعني جيولوجيكال ستراكشر، ممكن لو انا شايفها انتكلاين احاول احفر عندها بير او تبقى جود تراب يعني. فده نوع انذر تايب اوف فاندمنتال كوركشنز زي الاستاتيك كوركشن. الايديتنج هنتكلم عنه في الاكزامبلز، في الريال اكزامبلز بعد شويه. كمان ببتدي استخدم كمان فانكشن زي الانهانسمنت ان ريزوليوشن ان تايم، ان انا اعمل انهانسمنت للريزوليوشن اوف سيزمك داتا، يعني اشوفها بشكل افضل. والحاله اللي انتم شايفينها دي انا مستخدم خطوه بروسيسنج اسمها دي كونفوليوشن، فيعني قارن الريكورد دي بالريكورد دي هتحس ان هنا الريكورد فيها ريفليكشنز واضحه بشكل او باخر عنها هنا. فهنا ده انذر ريزوليوشن انهانسمنت ان تايم، طبقنا حاجه مثلا اسمها دي كونفوليوشن. ثالث حاجه ان انا اعمل signal to noise enhancement. لو انا شايف ده جزء من السايزميك ستاك سيكشن، لو احنا بصينا تقدر نشوف في ريفليكشنز هنا اهي، بس ما هياش واضحه قوي، لكن لما بعمل بروسيسنج تو انهانس ذا سيجنال واقلل النويز، يعني ان السيجنال تو نويز ريشيو، ايه رايكم انهي احسن؟ انا هنا طبقت فلتر، يعني طبقت فلتر عشان اعمل انهانسمنت للداتا، which one is better، اللي على ايدكم اليمين ده ولا ده؟ طبعا لقينا اليمين واضح فيه جدا الريفليكشن بشكل واضح احسن من الحاجه الرابعه اللي احنا بنستخدمها، ان انا اعمل زي ما عملت بقى انهانسمنت ان تايم، اعمل انهانسمنت ان سبيس، يعني فيرتيكالي في الداتا، وده بستخدم فيها مثلا خطوه زي خطوه المايجريشن مثلا. احنا لو احنا بصينا هنا على السكشن ده نحس ان الريفليكتورز عامله زي الفيونكه كده، بنسميها بو تايم، لكن الحقيقه هي اصلها سينكلاين، فانا لما
بعمل كوركشن للداتا دي، بعمل انهانسمنت للريزوليوشن بتاع الداتا بتاعتي ان سبيس باستخدام خطوه زي المايجريشن، فاتبان ان هي الاصل بتاعها كان سينك لاين. طيب تعالوا نتكلم عن دومينز للسايزميك داتا. يعني ايه دومينز؟ المقصود بدومينز ان انا السايزميك داتا اللي احنا شفناها في السلايدز اللي فاتت دي كلها مرسومه ان تو واي تايم، عشان كده احنا بنسميها داتا ان ذا تايم دومين، بنسميها سايزميك داتا ان ذا تايم دومين. هل انا اقدر اشوف السايزميك داتا دي ان اذر ديفرنت دومينز؟ طب خلوني اديكم اكزامبل زي ما دايما بديه، اللي هو زي الميه مثلا. الميه هي فلويد صح، لكن انا ممكن احولها الى سوليد تبقى ثلج، ممكن احولها الى جاز تبقى فيبر صح. هي كلها ميه H2O. فدي الستيتس دي ممكن في السايزميك هنا مورلس يعني نسميها دومينز. فيبقى انا لما يبقى عندي السايزميك داتا زي ما انتم شايفين كل الاكزامبلز قبل كده مرسومه الاكسس ده تو واي تايم، والاكسس ده وات ايفر كان الاكسس ده اوفست شانل نمبر سي ام بي نمبر وات ايفر، المهم ان ده تو واي تايم، فده بنسميه تي اكس دومين او بنسميه تايم دومين تمام. ودي صوره من كوركتد سي ام بي اللي هنفهمها بشكل اكتر بعد شويه. الداتا دي الحقيقه هي مرسومه كده، لكن ممكن احولها الى الامبليتود سبيكترم والفيز سبيكترم. ازاي احول الداتا دي الى امبليتود سبيكترم وفيز سبيكترم؟ هو الاول انا ليه احولها طبعا احنا بنتكلم عن البروسيسنج، عشان اقدر اطبق بروسيسز معينه ما ينفعش اطبقها في التايم دومين تمام. فاقدر احول الداتا دي الى الفريكوانسي دومين، وفي الفريكوانسي دومين الداتا بتترسم كامبليتود سبيكترم او فريكوانسي سبيكترم، ممكن نسميه كده. الاكسس ده في الفريكوانسي انكريز ان ذيس دايركشن، الاكسس ده في الامبليتود انكريز ابورد، وده شكل الديستريبيوشن بتاع الفريكوانسي والامبليتود من الداتا دي، وده الفيز بتاع الداتا بتاعتي. طب ازاي انا بروح من التايم دومين للفريكوانسي دومين؟ ده عالم زيكم اسمه فورير، هو اللي بيعمل اللي عمل الانفيرجن، عمل ازاي انا اقدر اعمل الترانسفورم ده من التايم دومين للفريكوانسي دومين. فانا لما اروح من التايم دومين اقدر اروح للفريكوانسي دومين، بنسميه فورورد فورير ترانسفورم للداتا. لكن اقدر كمان ارجع من الفريكوانسي دومين، ممكن اعمل بروسيسز معينه هنا وبعدين ارجع بالداتا تاني، او ارجع اترانسفورم الداتا باك الى التايم دومين. ده اسمه انفيرس فورير ترانسفورم. طبعا لو احنا بصينا هنا على الفيز فهو زيرو، فده شكل الزيرو فيز ويفلت، شكلها بيبقى كده. ده دايما احنا بنستخدمه بعد ما نخلص البروسيسنج، ان احنا نحول السايزميك داتا السايزميك ستاك سيكشنز الى زيرو فيز عشان نقدر نعمل انتربريتيشن بشكل افضل. يبقى اول دومين احنا اتكلمنا عنه هو التايم دومين، لكن الداتا ممكن تتحول الى الفريكوانسي دومين عن طريق الفورورد فورير ترانسفورم، واقدر ارجعها تاني على طريق الانفيرس فورير ترانسفورم. في الفريكوانسي دومين بس بنسميه 1 دي، لان هنتكلم عن نوع تاني بنسميه 2 دي، هيبقى امبليتود سبيكترم وفيز سبيكترم تمام. طيب ممكن جدا في الفريكوانسي دومين استخدم بقى 2 دي، يعني احنا انتوا فاكرين الريكورد اللي فاتت كان فيها ريفلكتورز مايله كده ليها ديفرنت ديب. فانا لو خدت الديب ده ورسمته، يعني ده التو واي تايم وده الاكس، لو انا رسمت الريفلكتورز كانت موجوده في السلايد اللي فاتت، فممكن نلاقي ان الريفلكتور ليها ديفرنت ديب. الحقيقه انا ممكن الداتا دي طبعا احولها الى فريكوانسي دومين، ولكن ارسمها في بلوت بين الكي اللي هي الويف نمبر مع الفريكوانسي. لو رسمت الداتا في الاف كي بلوت اللي احنا شايفينه ده بنسميه اف كي دومين تمام، هتبقى الداتا will be distributed according to their depth. يعني الديب اللي هو فيري فلات الاحمر ده هلاقيه يعني concentrated عند السنتر بتاع الاكسيز، يعني ده الكي اكسس وده الاف هيبقى هنا عنده في النص. وبعدين تبع الديب انجل هيبتدي يحصل ديستريبيوشن للايفنتس اللي عندي او الريفلكتورز اللي عندي على اي ناحيه من
البلوت اللي عندي ده اسمه الاف ذا اف كي دومين، وده طبعا في الفريكوانسي دومين ولكنه بنسميه 2 دي فريكوانسي دومين برضو بالفورورد فورير ترانسفورم، وارجع تاني اقدر اعمل انفرس فورير ترانسفورم، اقدر اشيل الدب اللي انا مش عايزه فور اكزامبل يعني اعمل له ريموفال. طب تعالوا نشوف ريال اكزامبل للكلام ده. لو انا بصيت على التايم داتا اهي، ادي التايم داتا فيها ديفرنت ديب اهو، في ديب هنا اهو، لو احنا بصينا على اي ريفلكتور من هنا خفيف جدا هتلاقي الديب بتاعه مختلف، لما اجي ارسمه في الاف كي دومين هيبقى شكله بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو انا قادر احدد فين النويزز اللي عندي اقدر اعمل لها ريموفال من هنا، وبعدين ارجع بالانفرس فورير ترانسفورم تاني للتايم دومين، هتبقى مور سيجنال زان نويز. كمان في دومين تاني اسمه تاو بي دومين، وفي التاو بي دومين احنا عندنا نوعين من الترانسفورم، في لينير تاو بي دومين وفي بارابوليك تاو بي دومين. في اللينير تاو بي دومين زي ما انتم شايفين كده، ده بيعتمد على الدب اجين بتاع الريفلكتورز. لما بنروح للتاو بي دومين، البي اللي هي الابارنت فيلوسيتي تمام، اللي هي دلتا تي على دلتا اكس، او هي واحد على في ال بنسميها السلوبس تمام، والتي ده التايم عند الانترسبت. مش عايز اجوب تفاصيل اكتر، يمين نفهم الكونسبت. فالمهم ان كل دب من دول، كل دب من الريفلكتور موجود عندي في التايم دومين بيترسم بشكل مختلف في التاو بي دومين، ده لينير تاو بي دومين. اوكي، يهمني ان انا نشوف هنا ان اللينير دب ده بيبقى بوينتس هنا. طب تعالوا نشوف اكزامبل اكتر اهو. يعني لو احنا جينا هنا مثلا شفنا الرسمه دي، ده 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 مثلا يعني كرتون مبين ان انا عندي داتا في التايم دومين فيها ثلاثة ريفلكتور اللي هي A و B و C، وكل واحد منهم دي ديب مختلف زي ما انتم شايفين كده، ودول لينير اهو، لينير ديب مش هايبربوليك. اوكي، لو انا حولت ده الى اللينير تاو بي دومين، كل ديب من دول او ريفلكتور من دول هيبقى نقطه، ادي A و B و C تمام، ده اللينير تاو بي دومين. انا بختار من هنا مين هو السيجنال ومين النويز، ببتدي لو نويز اعمل له ريموفال، وارجع تاني للتي اكس دومين هلاقي عند الريكورد بتاعتي ما بقاش فيها النويزز. يبقى انا لما بروح للديفرنت دومينز يا جماعه عشان اقدر افصل السيجنال عن النويز، واقدر اعمل اتنيويشن او ريموفال للنويز، وارجع تاني للتايم دومين ويز مور سيجنال يعني انكريس سيجنال تو نويز ريشيو. البارابوليك تاو بي بقى بيعتمد على الديفرنت فيلوسيتيز بتاعه الريفلكتور، وده بيشتغل اكتر لما يبقى عندي مالتلز. احنا بنتكلم عن المالتلز بشكل اكتر تفصيلا حالا، لكن لو انا عندي ده ريفلكتور كوركتد كده الفيلوسيتي بتاعته فوق فلات جدا، وانا عندي ده اندر كوركتد زي ما انتم شايفين كده، يعني في ديفرنت ديب بس هو الفرق هنا في الفيلوسيتي. لو انا رسمت ده في البارابوليك تاو بي هيبانوا كنقط، وهقدر افصل الازرق عن الاحمر. فلو الاحمر ده هو نوع من انواع النويزز اقدر اعمل له ريموفال، وارجع تاني من التاو بي الى التايم دومين هيبقى الداتا دي كلها تبقى الازرق بس تمام. ده شكل من الداتا الطبيعيه لما اشوفها في التايم دومين، ودي بشوفها في التاو بي دومين. في التاو بي عندي لينير ده بقدر افصل بيه الداتا upon their depth، وعندي بارابوليك تاو بي ده بقدر افصل فيه النويز من السيجنال بيزد على الديفرنت فيلوسيتيز بتاعته. طيب هنيجي بعد كده نتكلم عن سورتنج اند جاذرنج للسيزميك داتا، يعني السيزميك تريسز اللي احنا قدمنا لها في الاول وعرفنا ايه هو السيزميك تريس. الديفرنت تريسز دي ممكن احطها في جذرز مختلفه، في بعض الاحيان الجذر دي بنسميها دومين تمام. فمثلا لو تفتكروا الاكوزيشن ده طبعا سبليت سبريد، عندي سورس اوف النص وعندي ريسيفرز على الناحيتين، ده شكل الفيلد ريكورد اللي هتطلع عندي، ان ده سبليت سبريد جيومتري زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا بنعمل شوت وبعد نكمل شوت تاني وبنحرك ونقعد نكمل اللاين بتاعنا كله تمام.
طيب يبقى التريسز اللي احنا شايفينها هنا يا جماعه دي جايه منين؟ جايه هي من التريسز جايه من نفس السورس، يعني كل التريسز اللي هنا هي جايه من الريسيفرز دي، والريسيفر دي سكلت الانرجي اللي هي ريفليكتد لما كانت خارجه من نفس السورس، يعني عندي سورس واحد صح؟ طب ده السبليت سبريد، نفس القصه في الاوف اند تمام؟ لا عندي ادي السورس وادي الريسيفرز نفس القصه، يبقى عندي الريكورس تمام؟ كلها يعني جايه من الريسيفرز سجلوا انرجي راجعه من سورس واحد، فمين هو الكومن هنا؟ ايه الكومن هنا في الاثنين دول؟ الكومن هو السورس تمام؟ عشان كده بنسمي دي كومن شوت بوينت جذر، شوت بوينت اللي هو السورس يعني شوت اللي هو السورس، فكومن شوت بوينت جذر، فدي الرسمه اللي احنا شايفينها الجذر ده يعني اليونت دي اللي مرسوم فيها التريسز اللي هي سجلت من وان سورس، دي اسمها جذر، ودي كومن سورس او كومن شوت. طبعا لو رحنا كده كمان بقى ابتدينا، لو احنا بصينا هنا دي كومن ايه؟ دي كومن ايه؟ عندي ديفرنت سورسز بالاحمر، وعندي سيفرال ريسيفرز لكن كلهم مسجلين من ايه؟ من ذا سيم سب سيرفيس بوينت، عندي ديفرنت سورسز ديفرنت ريسيفرز كلهم مسجلين الداتا اللي هي ريفليكتد باك من ذا سيم سب سيرفيس بوينت ذا سيم ميد بوينت سب سيرفيس، عشان كده اسمها كومن ميد بوينت، ده الكومن ميد بوينت جذر او الكومن سي دي بي جذر، يعني كل التريسز اللي هنا ريبريزنت الريفليكشنز اللي جايه من ذا سيم سب سيرفيس بوينت اللي هي في الميد واي بين السورسز دي والريسيفرز دي، فده معنى يبقى ده بنسميه سي ام بي دومين او سي ام بي جذر، ده بنسميه شوت دومين او كومن سورس جذر او كومن شوت جذر. طبعا في اذر دومينز، مثلا لو احنا بصينا هنا على الرسمه اللي فوق دي، احنا عندنا السورسز هي اللي بالاحمر تمام، لكن ايه الكومن في الرسمه دي؟ اللي هو الريسيفر الاخضر صح كده، عشان كده ده اسمه كومن ريسيفر جذر، يبقى انا جمعت كل التريسز اللي اتسجلت عن ذا سيم ريسيفر في انسامبل واحده او في جذر واحده. طب ليه انا ببقى عندي مره عامل مسجل كومن سورس ومره كومن ريسيفر اند سو اون؟ عشان اجين اقدر افصل بين النويز والسيجنال، في كل دومين من دول او كل جذر من دول اقدر افصل نوع معين من النويزز، فاقدر اعمل لها ريموفال او اتنيويشن وارجع تاني للتايم دومين، هو دول طبعا تايم دومين، يعني اقصد ان انا انكريز السيجنال تو نويز ريشيو. طيب لو احنا بصينا هنا يا جماعه، ادي عندي سورسز وعندي ريسيفرز تمام، لكن ايه الكومن في الرسمه دي؟ الكومن هنا الديستانس او الاوفست تمام، فعشان كده عندي نير تريس جذر او عندي فار تريس جذر، طبعا دول بستخدمهم بيبقى في الكيو سي بتاعت الجيومتري، عشان اقدر اشوف انا عملت الجيومتري بتاعتي صح ولا لا، هل انا سميت التريسز بتاعتي او اديتها الاكس واي لوكيشن بتاعها المظبوط او حطيت الريليشن بينها وبين السورس مظبوط ولا لا. فطبعا لو انا هنا مثلا عشان ده اللي واضح، مثلا الفار ده معناه ان ده ابعد ريسيفر لكل السورسز، ده ابعد ريسيفر، لو انا لقيت هنا تريس في داتا لغايه فوق هنا يبقى ده كان نير واتحط غلط مع الفار، يبقى في عندي مشكله في الجيومتري. يبقى اذا كل دومين زي ما احنا قلنا وشفنا، احنا اتكلمنا عن دومينز ثانيه، ان انا بروح للفريكوانسي دومين او التاو بي دومين، فريكوانسي دومين سواء 1 دي او 2 دي، وبروح للتاو بي سواء لينير او بارابوليك عشان اقدر افصل السيجنال من النويز. كمان لما بعمل سورتنج للداتا برضو ببقى عايز يا اما اعمل كواليتي كنترول، يا اما اقدر اتاك سيرتن تايب اوف نويزز، يا اما طبعا في جذر مهم جدا اللي هو السي ام بي جذر، ده اصلا ده الكور اوف اور ميثود، لاني عشان اعمل ستاك في الاخر لازم قبل خطوه الستاكينج يبقى عندي سي ام بي جذر اعملها نورمال موف اوت كوركشن وبعدين اعمل الستاك ستيب، فده مانداتوري كومن ميد بوينت جذرنج، ده از ا مانداتوري ستيب ان ذا سيزميك بروسيسنج. فده كده الكومن اوفست جذرز وهنا الكومن ريسيفر جذرز.
طيب في بقى مسمى تاني برضو عايزين نفهمه، ان الجازرز دي في منها بري اند بوست ستيت. فانا لو انا مثلا شايف عندي جازرز مثلا سواء كانت فيلد جازرز او سي ام بي جازر تي دي بي جازرز، تمام، سواء كانت اوف اند ولا سبليت سبريد ولا كانت 3 دي، فكل دول كل الشكل اللي انتم شايفينه ده كل الجازرز دي طبعا دي قبل الستاك سيكشن، الستاك سيكشن اللي بنشوف فيه الجيولوجيا اللي هوريكم حالا، كل ده بنسميه بري ستاك جاذرز، تمام. لكن بعد ما بعمل ستاك فهيبقى عندي ستاك سيكشن زي ما احنا شايفين كده. لو انا هعمل بروسيسنج على الجاذرز دي يبقى انا بعمل بري ستاك بروسيسنج، لو انا هعمل بروسيسنج على الستاك سيكشن ده يبقى انا بعمل بوست ستاك بروسيسنج. اوكي طيب ليتس جو فورورد. تعالوا بقى نتكلم بعد كده عن السيجنال اند نويز. احنا انا عمال اقول ان البروسيسنج ان جنرال انا عايز يعني اعمل انكريز السيجنال تو نويز ريشيو. تعالوا نفهم يعني ايه سيجنال اند نويز ريشيو. هنتكلم مثلا عن النويز افكتنج سيزميك داتا، هنتكلم عن الكوهيرنت اند راندوم نويزز، هنتكلم هناخد نشوف اكزامبلز من السويل نويزز والسبايكس، هنتكلم عن الشورت واللونج باس مالتيبلز، هنتكلم على الدي نويز افكتس، هنشوف على الستاك سيكشن ده ازاي بتبان بشكل قوي. طيب لو احنا بصينا هنا، احنا شايفين دول تو ريكوردز، تمام، الاثنين شوت في اتجاهين مختلفين. يعني هنا او احنا شايفين يعني ده الشانل نمبر 5 فور اكزامبل، وهنا 45 وهنا الكلام ده. لكن عايزكم تبصوا كده وتشوفوا في كل ريكورد من دول، هما نيرلي ميرور ايمج، يعني فين تتوقعوا فين الداتا وتتوقعوا فين النويزز، يعني فين الداتا في الريكوردز دي وفين النويزز، عشان نعرف اهميه البروسيسنج وقد ايه البروسيسنج كريتيكال وقد ايه بيبقى يعني صعب. طيب انتوا بصيتوا كل واحد دلوقتي يعني حط في دماغه صوره معينه، لكن ببساطه شديده ادي النويزز عندي، ده جراوند رول اهو، ده نويز اسمها جراوند رول، دي نويز جايه من الاير اسمها اير ويف، ادي النويز جايه من الاير ويف، دي نويز جايه من الريفراكشن، احنا اتفقنا ان احنا بنسجل ريفليكشن، تمام. لكن الداتا اللي انا عايزها هي الحمراء دي بس شوفوا نسبه البرايمري داتا دي او الريفليكشنز دي اللي انا عاملها لنسبه النويزز قد ايه، يبقى هنا السيجنال تو نويز ريشيو عاليه ولا منخفضه؟ طبعا منخفضه جدا. انت المفروض احنا نعمل بروسيسنج عشان معظم الريكورد ده يبان فيه الريفليكتورز اللي هي متعلمه بالاحمر اللي انتم شايفينها دي، تمام. فده قد ايه كم النويزز اللي هي بتبقى موجوده في الداتا. طيب اوكي لو احنا بصينا على التو ريكوردز دول برضو من فضلكم بصوا شويه كده وشوفوا فين النويزز وفين الداتا، تقدروا تفرقوا بين النويزز والداتا، تمام. لو احنا بصينا هنا دي نوع دي نويز، دي كوهيرنت يعني فهم كوهيرنت حالا دلوقتي، ودي مثلا راندوم نويز. اوكي لو بصينا هنا، لو بصينا على الريكورد دي شوف كم النويزز اللي فيها قد ايه، دي امبيانت نويز يعني من نوع من انواع راندوم نويز عندي. لو انا بريكورد الداتا دي جنب الكتريك تاورز فادي الالكتريك كارنت نويزز، شوفوا باينه ازاي، دي جراوند رول، دي سيرفيس جنريتد نويزز. اوكي فاحنا عندنا كم من النويزز رهيب جدا، وده شكله بيبان ازاي جوه الداتا. طبعا الكوهيرنت نويزز، تمام، هي النويزز بتبقى ان فيز مع السيزميك داتا، يعني بتبقى شبه السيزميك داتا بتاعتي، تفريقها عن السيزميك داتا بتاعتي بيبقى صعب شويه. زي ايه مثلا؟ زي المالتيبلز اللي بنتكلم عنها بعد شويه، زي الجراوند رول دي اللي احنا بنتكلم عنها، تمام. لكن الراندوم نويز ما بتبقاش ان فيز مع الداتا، تبقى شكلها راندوم ديستريبيوتد كده، ممكن مثلا تيجي من ويند، ممكن تيجي من موجه في البحر. فانا ممكن جدا يعني ما سجلش السيزميك داتا بتاعتي في الوقت اللي فيه النويزز دي، او لو انا سجلتها معظم الراندوم نويزز بتضيع في البروسيسنج عند خطوه الستاكينج. طيب تعالوا نشوف
اكزامبلز تانية للكوهيرنت والراندوم نويز. لو احنا بصينا على الريكورد دي التايب اوف نويز اللي انتم شايفينه ده اسمه سبايكس، دي جراوند رول بشكل تاني غير اللي شفناه في السلايد اللي قبل كده. لو ايفن بصينا مور على الريكورد دي، ادي الجراوند رول، دي الريفربريشن، هي الريفربريشن دي بتبقى شورت بيريد مالتيبلز في زون مثلا زي ميه او بتبقى ليميتد زون، الانرجي بتتردد فيها اكتر من مره قبل ما تعمل بنتريشن للسب سيرفيس. دي مثلا نوع من انواع الهارمونيك نويزز، دي فيكل نويزز يعني عربيه ماشيه تسجل الصوت بتاعها. النويز اللي انت شايفينها دي فاسيليتي نويز يعني من الكم وبتعمل الاكوزيشن، كان في نويزز مثلا او في مكان بتاع برودكشن او وات ايفر، تمام. فده ازاي النويزز بتبان على السايزميك داتا. تعالوا نشوف اكزامبل للنويزز وازاي بعد ما بيحصل لها اتنويشن اللي بيحصل. يعني دي مثلا جاذر موجود فيها فين النويزز وفين الداتا. ايوه بالظبط دي النويزز زي ما احنا شايفين كده، هي دي النويزز. بعد ما بعمل لها بروسيسنج يعني شلت النويز دي اسمها سويل نويز، هيتشالت بقت كلين الداتا ازاي، ابتدت تبان سم ريفليكشنز هنا. ايه اللي انا شلته؟ اللي انا شلته ده الفرق اللي انا شلته. هي دي النويزز. اوكي طيب تعالوا نشوف اكزامبل بقى اكتر للنوع من الكوهيرنت نويز بنسميه ذا مالتيبلز. مالتيبلز يعني الريفليكشن بيحصل له مالتيبل ريفليكشن قبل ما بيتسجل في الداتا بتاعتي. فمثلا لو احنا شايفين كل الاصفر ده الاسترك الصفرة دي السورس، تمام، والدايره الخضراء دي هي الريسيفر، والخط الاسود ده هو الري باس، تمام. مثلا شايفين ده ادي الانرجي اللون اللبني ده ميه، ده السي ليفل، ده السي بوتوم او السي بيد، هنا في جيولوجيكال بيد، هنا في ثين بيد، وده ديب ريفلكتور. فالانرجي بص مش ماشيه مره واحده تحت وطلع، لا هنا اتكررت في الميه، هنا اتكررت في الثين بيد، هنا لو انا عامل شوتينج مثلا بديناميت او وات ايفر بيحصل جوستنج زي ما احنا شايفين كده، هنا حصل مالتيبل في المكان ده. فاذا الانرجي اللي هي ريفلكتد وانا هسجلها عند الريسيفر هنا ما هواش مش دي الكومن ميد بوينت المظبوطه، او هي موجوده عند التايم المظبوط اللي هي خرجت من السورس لنقطه في نص المسافه بينه وبين الريسيفر وتردد تاني. طب تعالوا نشوف التاثير ده على السايزميك سيكشن يبقى عامل ازاي. لو انا بصيت على السايزميك سيكشن ده، ده مارين سيزميك سيكشن، الريفليكتور البرتقاني اللي انا ماشي عليه ده السي بيد ريفليكتور اللي هو السي بيد ده، تمام. هو هنا اهو بصوا على شكله كده كويس اهو، ما هوش ستريت، في طبعا انديوليشن كده. لكن لو بصيت على الريفليكتور ده الازرق ده، مش هو واخد شكله تقريبا اوكي، ولكن لونه ازرق مش اصفر لان الفيز بتاعه ريفرسد. افتكروا اللي حصل هنا، الفيز هنا بتاعه ريفرسد. كمان هنلاقيه ان هو على بعد توايس، يعني المسافه دي او التايم ده توايس المسافه دي او التايم ده، هيبقى على بعد توايس منه. كمان هنلاقيه ان هو ده المالتيبل اللي هو سيبت بياخد التوموجرافي بتاعه واخد نفس الشكل بتاعه. يبقى انا لو ما اعرفش، لو انا مش دارس مالتيبلز وعارف ان دي مالتيبلز، هفتكر ان ده ريفليكتور عادي جدا، تمام، وان دي انتكلاين ودي انتكلاين ودي سينكلاين. لكن الحقيقه لو بصينا وركزنا كمان كده هنلاقي ان هو عامل كاتنج كروس كاتنج ذا ريفليكتورز، بيقطع الريفليكتورز، تمام. ده شكل المالتيبلز بيبقى ازاي على الداتا. طيب تعالوا نشوف شكل بقى لو انا على ستاك سيكشن، لو انا عملت مجهود وشلت النويزز ايه اللي هيبان في الداتا اللي عندي. يعني مثلا شايفين ده ستاك سيكشن، طبعا في ريفليكشن زون، قادرين تشوفوا بعض الريفليكشنز ولكنها هيزي، ما هياش قويه، مش واضحه بشكل قوي، تمام. بصوا بعد ما عملنا دي نويزنج او عملنا البروسيسنج بقت كليرة ازاي، شكلها كلين كلير، الكونتينيوتي اعلى، هو نفس السكشن بس ده قبل
الرايت بروسيسنج وده بعد الرايت بروسيسنج. فهنا كده ده السيجنال تو نويز ريشيو لو، هنا هاي سيجنال تو نويز ريشيو. لو خدنا كمان اكزامبل، لو شفنا ده جزء من الستاك، ده رو داتا، شايفين اهو في ريفليكتورز عايزه تظهر كده على الاستحياء، تمام. لكن بصوا بعد البروسيسنج ادي الداتا، طب ما حدش شايف الامبروفمنت حصل فين؟ ايه رايكم في الزون دي؟ هو ده اللي حصل في البروسيسنج. كده يعني نقدر ناخد بريك وبعدين ان شاء الله نكمل السيشن بعد كده. اتفضل. تمام جدا يا دكتور. حضرتك تحب تاخد الاسئله دلوقتي ولا بعد السيشن الثانيه؟ اتفضلوا. تمام. هو كان في عندنا اول حاجه سؤال، يعني ايه اتريبيوت؟ تمام اوكي. اتريبيوت يعني هو الترجمه بتاعتها بالعربي يعني سمه. هو الاتريبيوت هي output of some calculations من السيزميك داتا تديني فيتشر معينه، سواء تحسن لي ان انا اقدر اشوف ستراكشر فيتشر او ستراتيجرافيك فيتشرز من السيزميك داتا اللي احنا بنتكلم عنها التايم دومين. فمثلا خليني ادي اكزامبل بعيد شويه عن السيزميك داتا ونرجع لها. لو انا شفت مثلا انا بالنسبه لي اهو مثلا، انت شايف ان انا لابس نظاره، فالنظاره دي انديكيشن لايه؟ انديكيشن ان انا نظري ضعيف شويه، فانا بلبس نظاره عشان تحسن لي الريزوليوشن. يبقى اذا اي حد هشوفه، اي انسان هشوفه لابس نظاره بالشكل ده، هيبقى ده نظره ضعيف، اضعف من النورمال، فده اتريبيوت. يبقى ده اتريبيوت النظر، يبقى النظاره دي اتريبيوت بتبين ضعف النظر. لو شفنا واحد مثلا لبسه شيك كده ومهندم، وفي واحد تاني لبسه مقطع، فهنا الاتريبيوت هو اللبس، ده بيانديكيت ان ده راجل مثلا فقير، ده بيانديكيت ان ده راجل غني قادر يشتري لبس. ده كلمه، معنى كلمه اتريبيوت. احنا بقى من السيزميك داتا بنقدر نطلع، بنعمل سورت اوف كالكوليشنز معينه، نقدر نطلع اوتبوت من السيزميك داتا نقدر نحسن بيها الانتربريتيشن بتاع الاستراكشر او الاستراتيجرافي. والحاجات اللي بنشتغل عليها في السيزميك داتا زي الفيز، الفريكوانسي، في يعني بارامترز كتيره من جوه السيزميك نقدر نستخدمها عشان اقدر اعمل بيتر انتربريتيشن. تمام. What is the benefit of time domain and frequency domain؟ احنا قلنا التايم دومين هو الدومين اللي انا بشوف بيه السيزميك داتا، يعني انا لو هعمل انتربريتيشن للسيزميك داتا تبقى عندي في التايم دومين، او بين قوسين ديبث دومين لو انا عايز احولها لديبث يعني، لكن خلينا في التايم لان هو المين دومين. فهو الشكل اللي احنا بنشوفه ده عشان اقدر احكم انا، واقدر اعمل انتربريتيشن للداتا، اعرف فين السيجنال وفين النويز بالنسبه للبروسيسنج، او اعرف فين واعرف اعمل انتربريتيشن للاستراكشر او الاستراتيجرافي. فالداتا بتاعتي لازم تبقى في التايم دومين، اوكي. لكن وانا بعمل بروسيسنج للداتا في بعض النويزز ما بقدرش اعمل لها اتنيويشن. كلمه اتنيويشن هي افضل شويه من ريموفال يعني، لكن يعني خلينا نقول ريموفال عشان نفهم القصه. لو انا عايز اعمل ريموفال لنوع من انواع النويزز ما بقدرش اعمله في التايم دومين، فبحول الداتا لدومين تاني اقدر افصل فيه السيجنال عن النويز. مثلا من ضمن الدومينز دي هي الفريكونسي دومين، فلما اخد داتا الفريكونسي دومين اقدر اعرف فين النويزز وفين السيجنال وافصل بين الاثنين. تمام. يعني ايه احول السيزميك لزيرو فيز؟ الريفليكشن اللي احنا بنشوفها اللي هي بيكس اند تراف، تمام. البيك اند تراف دي احنا اما نيجي نعمل انتربريتيشن، لو انا عندي مثلا فورميشن معين، وليكن مثلا النوبيا فورميشن، يعني بلاقي خليها المطله فورميشن عشان النوبيا في اختلاف في الفورميشن ولا لا، مثلا المطله فورميشن. الفورميشن ده ليه توب وليه بيز، صح؟ فيبقى ليه توب واحد وليه بيز واحد، ف
فالمفروض ان انا عشان اعمل انتربريتيشن للتوب اوف ذا مطلة فورميشن يبقى عندي ريفليكتور واحد بس، تمام؟ فالريفليكتور اللي عندي بيبان على انه بيك او تراف. طيب لو انا عندي البيك والتراف، عندي اكتر من بيك وتراف، فهختار منهم انهي واحده. لكن لما بعمل زيرو فيزنج للداتا بيبقى البيك بتبقى سيمتريكال على التوب فورميشن ده، او لو هي تراف هتبقى سيمتريكال على التوب فورميشن، فاقدر ببساطه شديده اعمل بيكنج، يعني اقدر اعمل انتربريتيشن للتوب اوف ذا فورميشن سواء كان بقى ريزرفوار او اي جيولوجيكال فورميشن. تمام. هل الانترسبت تايم بيختلف عن تو واي تايم في التوبي دومين؟ طبعا الانترسبت المقصود به هنا اللي هو الزيرو، اللي هو يعني التايم عند اوفست زيرو، يعني كان بالظبط لو انت عندك السورس والريسيفر تحت بعض، يعني اللي هو ما فيهوش اوفست خالص، تمام؟ فهو ده المقصود به التايم اللي احنا بنستخدمه في التوبي. طبعا انتوا عارفين الانترسبت لو رسمت كيرف، لو رسمت جراف وعندك كيرف لما توصله عشان يقطع الواي اكسس ده بنسميه الانترسبت تايم، فهو عند يعني التايم عند الاوفست زيرو او كالكوليتد، يعني بيبقى كالكوليتد سواء هو او الابارنت فراس. تمام. هاو اي ديترماين ذا سيجنال فروم ذا نويز ان توبي دومين؟ احنا قلنا عندنا تو توبي دومين، تمام؟ احنا لو انا بدور على عايز افرق عن اللينير عن الديبنج ايفنت، يعني لو انا شايف مثلا ان انا عندي السيجنال هي فلات والنويز ديبنج، فانا بشوف النقط عندي في اللينير توبي والنقطه اللي هي بتاعه الديبنج ببتدي اعملها ميوت، يعني كاني بمسحها بشيلها من الداتا وارجع بالداتا للتايم للتي اكس دومين او التايم دومين، فترجع من غير النويز من غير الديب ايفنت، تمام؟ ده لو انا بعمل لينير توبي او بعرف النويز من السيجنال عن طريق الديب بتاع الريفلكتور. لكن لو في البارابوليك بيبقى في فرق في الفيلوسيتي، احنا بنعمل خطوه نتكلم عنها بعد شويه اسمها فيلوسيتي اناليسيس، فبقدر اشوف الفيلوسيتي اناليسيس بعمل بيها مثلا كوركشن للبرايمري اللي هي السيجنال، فالمفروض ان هي تبقى فلات، ولكن المالتيبل اللي احنا لسه متكلمين عنها ما بتبقاش فلات، فبيبقى ليها فيلوسيتي مختلفه عن البرايمري. فبرضه لما برسمها في البارابوليك توبي بقدر افصلهم عن بعض، ممكن اعمل خط كده وامسح، اخلي السوفت وير يمسح لي كل الجزء اللي على يمين الخط ده لو انا معتقد ان دي النويزز واسيب السيجنال. تمام. ايه الاختلاف ما بين السبليت سبريد جيومتري والثري دي سبليت سبريد جيومتري؟ لا، السبليت سبريد جيومتري هو السبليت سبريد جيومتري. سبليت سبريد معناه ان السورس في ريسيفرز عنده من الناحيتين او من كذا ناحيه، تمام؟ ده السبليت سبريد، يعني سبليت يعني مقسوم، فالسورس في النص وعنده ريسيفرز من الناحيه دي وريسيفرز من الناحيه دي، تمام؟ لكن في 3 دي عندنا ديفرنت جيومتريز، عندنا مثلا السيجنال جيومتري عندنا ديفرنت جيومتريز، بن 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 بتترس الجيوفونز، تمام؟ وبعدين السورس بيبتدي يمشي جنبها، فبتبقى سبريد، يبقى في قبلها قبل السورس في جزء من الريسيفرز وبعده في انذر ريسيفرز. فهو معنى كلمه سبليت سبريد ان في الريسيفرز موجودين على different sides من السورس، سواء بقى كان 2D زي ما انا وريتكم كده او كان في 3D. تمام. السبريد هو بيبقى زي ما انا بعمل acquisition، بيبقى هو عدد ثابت من الريسيفر مع السورس وليهم علاقه ثابته. ازاي اقدر افرق بين انواع مختلفه للنويز؟ احنا شفنا كذا صوره للنويز، يعني المفروض ان جنرال عشان ابسط الموضوع ان الريفليكتورز بتاعتي بتبقى لو انا في الشوت دومين او في الكومن سورس جازر هتبقى شكلها هايبربوليك، هتبقى واخده هايبربوليك شيب، تمام؟ اني اذر
شيبس مثلا لينير زي ما انا وريتكم كده الجراوند رول او وات ايفر، هنلاقي ان في ريفليكشنز بتقطع الهايبربوليك ريفليكتورز دي بشكل او باخر، ساعتها ابتدي اشك او اعرف ان دي نويزز. فطبعا هي بتحتاج خبره وفي نفس الوقت، لكن زي ما انا قلت لكم كده، زي ما انا وريتكم اكزامبلز، لو رجعتوا وشفتوا الفيديو هتلاقوا تعرفوا ان في اختلاف في شكل النويزز. النويز بتبقى يا اما كوهيرنت زي المالتيبلز كده واخده تقريبا شكل الريفليكتور بالظبط، والثانيه الراندوم بتبقى واخده اشكال مختلفه، لكن اجين الريفليكتور الاصلي هو واخد هايبربوليك شيب وهيبقى مكرر في الريكورد بتاعتي. اي حاجه قد عن كده هتبقى موستلي نويز يعني، مور اور ليس. تمام جدا يا دكتور. في ناس بتسال عايزين يعرفوا اكتر عن الجراوند رول والسوير نويز. الجراوند رول هي السيرفيس ويفز. احنا عارفين ان الساوند جوز افري وير، يعني لما تسمع صوت الصوت بيمشي في كل الاتجاهات، تمام؟ فانا لما باجي عندي السورس اوف انرجي لما بيعمل اميتنج للانرجي سواء كان فايبروسايز اير جان ووتر جان وات ايفر، الصوت ده لما بيطلع بيمشي في كل الاتجاهات، انا محتاج الانرجي اللي هي بتنزل تحت الارض ويحصل لها ريفليكشن من عند الانترفيس، لكن ما بقدرش امنع ان في جزء من الانرجي دي بيمشي دايركتلي من السورس على الريسيفرز على طول. فدي سيرفيس ويف، هو بيمشي من السورس على الريسيفرز، دي دايركت ويفز، دي هي اللي بتديني جراوند رول، هي دي الجراوند رول. فهي نوع من انواع النويز، بحاول وانا بعمل اكوزيشن اعمل لها كانسليشن، بان انا لو عارف الويف لينث بتاعتها ابتدي احط جيوفونز بشكل معين فاعمل له كانسليشن، لو ما قدرتش في البروسيسنج بقدر اشيلها بالفلتر زي ما اوريكم ان شاء الله في السيشن اللي جاي. السويل نويز دي في المارين، يعني السويل دي بيبقى تعرفين البحر ساعات بيبقى قلم وساعات بيبقى هايج، تمام؟ ففي سويل في البحر الحقيقه بتمشي زي الموجه كده تحت، فدي بتعمل نويزز بتتسجل بالهيدروفونز، اوكي؟ فدي بتعمل الشكل اللي انا وريته لكم على السيزميك ريكورد، بيبان جدا. طبعا انا ممكن اوفركم الموضوع ده ان انا ما اعملش اكوزيشن في الايام اللي فيها البحر هايج يعني، ولكن في بعض الاحيان ما بقدرش فاقدر اشيلها في البروسيس. تمام جدا. ايه الفرق بين السي ام بي والسي دي بي؟ هو المفروض الاثنين سي ام بي، السي ام بي يعني كومن ميد بوينت، تمام؟ فالكومن ميد بوينت هي النقطه اللي في نص المسافه اللي في تحت الارض عند الريفلكتور، في نص المسافه بين السورس والريسيفر، تمام؟ الكلام ده مظبوط جدا لو الريفلكتور فلات، ففي الحاله دي يبقى السي ام بي هي السي دي بي، في الحاله دي تبقى السي ام بي ايكوال السي دي بي، الاثنين زي بعض. لكن لو الريفلكتور ده ديبنج فالكومن ميد بوينت دي هتتحرك مش هتبقى في النص، فتبقى مختلفه عن الكومن ديبس بوينت. فده بنصلحه ازاي؟ بنصلحه بالمايجريشن زي ما هنتكلم في اخر حاجه في السيشن الجاي ان شاء الله. تمام. هي الاسئله كتير الصراحه مش هنقدر نكفرها كلها، بس ممكن اخر سؤال بس، الفورير دومين ممكن حضرتك تعيده تاني؟ الفورير ترانسفورم، الفورير ده اسم عالم، هو اللي عمل الترانسفورم، هو قال انا اقدر احول التايم سيريز يعني او السايزميك داتا اللي هي ان تايم دي بقدر احولها بعمل لها ترانسفورم للفريكوانسي دومين، يعني احولها من تايم دومين يعني هي مرسومه في التايم احولها الى الفريكوانسي دومين. طب هي مرسومه في التايم تريسز زي ما انتم شفتوا، لما بحولها للفريكوانسي دومين بتترسم كيرفات ما فيهاش ريفليكتورز ولا اي حاجه، بترسم كيرفات، كيرف منهم بين الفريكوانسي والامبليتيود وكيرف منهم للفيز بين الفيز والانجل، تمام؟ فهو ده الفريكوانسي دومين. اللي حول الداتا من تايم دومين للفريكوانسي دومين هو الفورير ترانسفورم. فورير ده اسم العالم اللي عمل الموضوع ده. ففورير قال انا اقدر احول من التايم للفريكوانسي دومين، يبقى في التايم دومين هي رسم الريكورد اللي انت شايف ريفليكتورز، لكن لما تروح الفريكوانسي دومين هتشوفها كيرفات، كيرف مثلا امبليتيود سبيكترم او فيز سبيكترم، وتقدر ترجع تاني للتايم دومين، او ده اسمه 1 دي فورير ترانسفورم، او لما تروح للفريكوانسي دومين ترسمه بين الاكسس فيه الاف ترسمه في جراف
في الاف اكسس والويف نمبر اكسس، يبقى اسمه 2 دي فورير ترانسفورم. اوكي، لكن الاثنين في الفريكوانسي. تمام جدا، شكرا جدا لحضرتك يا دكتور. العفو. ممكن نطلع بريك، حضرتك تحب نرجع امتى؟ زي ما تحبوا. تحبوا قد ايه؟ 10 دقائق، ربع ساعه، شوفوا انتوا عايزين قد ايه. زي ما حضرتك تحب، ممكن ربع ساعه او تلت ساعه على ما الناس تروح تصلي وتيجي. طيب خلصت تلت ساعه، يعني دلوقتي يعني نبتدي 7 الا 5 ولا 7؟